Europe FM. El Kilmelik. على سلامتكم ومرحبا بكم في المستر تيك. نحكيو اليوم على تليفون جديد اسمه وان بلاس 5. التليفون هذايا اللي باش يخرج مع عند الشركه اوبو مارت الصينيه. نحكيو اليوم على تليفون هذايا حسب مش الاشاعات وانما التسريبات اللي حكوا عليها بالنسبه للتليفون اللي باش نلقاو فيه اكرون 5.5 بوص بريزوليسيون توصل حتى 2560x1440 بيكسل كواد اتش دي بالنسبه للاكرون هذايا. مع انه زاد نلقاو التليفون معنا الكاليتي تاع التليفون هذايا احسن برشا من اللي يسبقوا, خاصه نحكيو على اوبو بلاس 3 ولا الاوبو بلاس 3T اللي كانت الاكرون تاعهم ما تفوتش الفول اتش دي بالنسبه للاكرون نتاعهم. بارسا نجمو نحكيو على انه تليفون فيه بروسيسور من عند سناب دراجون 835, نجمو نحكيو زاد على رام توصل حتى 6 جيجا, تليفون قوي برشا اذا كنا نحكيو على رام 6 جيجا, والستوكاج انترن يبدا من 64 وصولا حتى ل 128 جيجا. بارسا نجمو نزيدو انه نقولوا التليفون هذايا غالي شويه بارابور التليفونات الاخرين, سمو الى حد الان مازال ماهوش راكح 100% معناها بالنسبة لل يعني للسوم مازال معناها مرة هكا ومرة هكا, لكن اللي نعرفوه على التليفون هذايا سومو باش يبدا ابارتير من 450 دولار يعني وصولا حتى ل 850 دينار تونسية. سومو غالي التليفون هذايا, لكن نلقاوه اولا شهرية مواطن وي ما نلقاوه في السوق الصينية اولا, ومن بعد نلقاوه في السوق الهندية وصولا الى حتى شمال افريقيا. يوصلنا كونترا معنا ممكن يوصل الكونترا ممكن. نمشي نحكيو على الايفون 8 المرة هذه. الايفون 8 كيفاش باش نكون التليفون هذايا حسب التسريبات اللي قاعدين نراو فيها كل يوم تقريبا باش نلقاو 3 فيرسيون من التليفون نتاع الايفون 8. نلقاو ايفون 8 ايفون 8 بلس, ونلقاو واحد اخر فيه الاكرون اوليد اللي هي اكرون تعرفوا الكاليتي نتاع الاكرون اوليد حاجه اخرى حاجه رهيبه برشا. دونك هذه بالنسبه للتليفون نتاع الايفون 8. ابارسا انه الحاجه الرماركاب اللي فيه مانيش باش نلقاو البوتون اللي مستنسين بها الهوم هذيك, ماهيش ميكانيك يعني ماهيش فيزيك, باش نلقاو حاجه تكتيل بالنسبه للايفون 8 هذايا. باش نلقاو زاد كيما العاده بيان سور الكترو دومبران ديجيتال يعني متحل كابل دومبران التليفون هذايا, ما فيش مود باس, وكيف كيف انه تليفون الحواف نتاعو باش يكونوا جواد برشا. الكاميرا مش باش بيان سور باش تكون على اليسار, دونك بالنسبه للتليفون هذايا نلقاو دوبل كابتور بالنسبه لل معناها للفيديو حتى الفوتو زاد. دونك الى حد الان ما نلقاوش معلومات كبيره برشا, لكن بنجامي جاسكن اللي هو يوتيوبر وزاد كيف كيف زاد هو يخدم برشا على تويتر خرج التسريبات هذه وميم حتى تصور على تويتر. نكملوا نحكيوا على الويت, لكن بالنسبه للجالكسي سويت المره هذه الجالكسي فيه مشكله بعد ما صار اللونسمون نتاعو. ثم مشكله صارت بالنسبه للتليفون نتاع سامسونج هذايا, انه اليوم نلقاو التليفون هذا ما فيهش السيستيم دو ريكونيسونس فاسيال. نعرفوا التليفون كيما ثم لومبرانت ديجيتال, نلقاو انه التليفون هذايا يطلع الانسان بوجهه يعني كي نغزر انا كيما تاو الكاميرا دونك فوالا نغزر الكاميرا نجم نطلع اللي هو مولا التليفون. لكن اليوم ثم عباد مغرومه اللي هما لي هاكرز ولا لي بيراتور الموجودين او لي بيرات الموجودين في العالم الكل نجموا بيراتيو الفازة هذيا مانام حتى الوجه نجموا بيراتيو. ودونك هذه مشكله بالنسبه للسامسونج اس 8 انه معناها يعني السيستم هذايا تمت القرصنه بعد فيوليت نجم يكبتي ممكن بعد فيوليت نجم يكبتي ما نعرفش هكاك نجم يكبتي ولا لا, لكن انه نعرفوا انه ريكونيسونس فاسيال ماهيش سيكوريزي الى حد الان في الجالاكسي اس 8 اللي هو حل مشكله بالنسبه للسامسونج اللي في بين ارتحنا من المشاكل, لكن اشك فوا تطلع مشكله كيما الجالاكسي نوت 7 بالنسبه للباتري المره هذه ريكونيسونس فاسيال اللي هي تعتبر حاجه معناها بالنسبه للامن نتاع التليفون او سيكوريتي نتاع التليفون اذا كان يتم القرصنه نتاعها. دونك التليفونات اليوم ما عادش سيكوريزي جمله واحده. نكملوا مع شقيقتنا المغرب, وبعد تطوير لألعاب الفيديو على الانترنت وحتى على الجوال زاد اعتمد المشغل نتاع الاتصالات المغربي انوي مسار جديد خلال التمويل نتاع اريا 12 اللي هو بيان سور نحكيو على اريا 12 اللي هي فضاء خاص في مجال الرياضه الالكترونيه اللي تعتبر معناها معيار اساسي برشا باش يخلي الميدان نتاع الجيمنج محترف برشا في المغرب. وخلينا نحكيو بعض الاحصائيات اللي توصل حتى ل 150 الف معناها انسان باش يمشي يعدي ولا باش يشارك في الكومبيتيشن هذه على المستوى المتني والوطني المتني علاش علاش خاطر نقولوا اول مره. دونك لاول مره في المغرب نحكيو على اوبيراتور تليفوني كيما انوي بالشراكه مع اريا 12 اول جامعه
محترفه للرياضه الالكترونيه اي سبورت تحت اسم انوي اي ليج اللي هي اسم الليج الجديده او الرابطه هذه الخاصه بالناس اللي باش يشاركوا في لي كومبيتيسيون تاع الجيمنج كل دونك ثم جامعه باش تلم الناس هذوما دونك نلقاو فيهم لي جو هذوما نلقاو فيهم معناها ليج اوف ليجندز نلقاو فيها فيفا 2017 نلقاو زيدا ذا كينج اوف فايترز نلقاو زيدا ستريت فايتر هما لي جو اللي باش نلقاو موجودين في الجامعه هذه واللي نخليو الناس نتاع الجيمنج ينجموا يستمتعوا اكثر دونك اليوم نحكيو على المغرب تاع تمد سياسه جديده ميم حتى في لي جو فيديو اكثر تفاصيل تلقاوها على موقع tweetek.com تنجموا تتابعوا السيت ويب نتاعنا www.kfradio.fr ولا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام باش عاودوا تتفرجوا في الفيديو اللي صورها لكم وسام كاب اف ام الكلمه ليك